حكاية وطن. القافلة تضم رجلاً وحوالي 4 ملايين نسمة. افتحوا عيونكم لتروا كيف يتصرفون. قد يبدو سلوكهم شيئاً مألوفاً، وعليكم أن تكشفوا عن شذوذهم، وعليكم أن تتبينوا وجه الغموض فيه. ولا تأمنوا لأقل إشارة مهما بدت بسيطة في ظاهرها، ففي زمن يسوده الفساد ويدين بالفوضى ويقوم العسف والطغيان فيه مقام القانون، وتفقد الإنسانية إنسانيتها، لا ينبغي لكم أن تقولوا هذا أمر طبيعي، حتى لا يستعصى شيء على التغيير والتبديل. سأروي لكم حكاية وطن، سأروي لكم حكاية، سأروي لكم حكاية. بعد الجريمة يأتي دور المحكمة، وعندما يسقط البريء المغدور مدرجا بدمائه يلتف القضاة حول جثته ليحاكموه. وإليكم ما كانوا يتمنون، قالوا دعوه لا تحركوا جثته، الأفضل أن تحرقوه. لا 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 لا, لا. فتشوه، بعثروه، بعثروا معه كل الأدلة، كل الأدلة. هذا المقتول عطلنا فحاكموه، خذوه وضعوه في تلك الثلاجة المعطلة، وبعد تحلل الجثة سلموه ودعوهم يشرحوه، علهم يعرفون كيف ومن قتله. هذه الخفافيش والجائعة على أين تتجه؟ لقد تجمعت في كهف يسمى المحكمة، الجلاد فيها قاض، والبريء متهم، والمتهم مظلوم، والمظلوم معدوم. هكذا شكلها القتلة، قاض لا بل قربا ولكنه مجنون. إن تلك الخفافيش ستؤمن ملجأ للجنات، الجلادون هناك يظنون نفسهم أنهم بأمان، هنا يغفل اللصوص ما غنموه ويطونه في ورقة دونت فيها نصوص القانون. ذاك القاضي الكبير، كبير لا شيء فوق العدالة، عدالة أية عدالة؟ انظروا إلى العدالة، الضحية مدرجة بالدماء، والأهل ثكالى، والشعب يصرخ، والبلد ينهار، وذاك المهضوم الجبار مع زمرة الدمار، المدبر لا يبهى لكلب أم تكسر، ولا لدمعة أب تخدر، ولا لحلم شاب بالحياة تعثر، ذاك الذي خطط وقدر. قدر فكيف قدر؟ ظن نفسه إلها ولكن الله أكبر. فهنا المشوار ابتدى والحقيقة لم تتبعثر، أجل لم تتبعثر، لقد طمرت محكمتهم الحقيقة، ولكن المحكمة القادمة أقدر، فهي محكمة أمم تقدر، لأن الظالم فيها لابد أن يخسر، لابد أن يخسر. قالوا محكمة دولية، لماذا محكمة الأمم هذه؟ فالضحية مثلنا بشر، انظروا لقد قتل آلاف مؤلفة من البشر، ولم تعقد لا محاكم ولا مؤتمرات تدين جرائم تتكرر، فلماذا محكمة كهذه تحاكم هؤلاء الزمر؟ أقول دعوني أخبركم هذا الخبر، سأروي لكم قصة ولتحكموا بعدها. أرأيتم إن كنتم في كهف مظلم موحش ملؤه العفن وأنتم لا تعرفون طريق الخروج، وفجأة بان لكم نور بسيط يخرج من ثقوب الحائط وراءه الحياة، فما هو شعوركم؟ لا بل وأكثر، كيف بكم إذا كنتم في جزيرة مرض جرداء لا طعام فيها ولا شفاء، وجاءكم طائر الفنيق من السماء ونقلكم لمدينة الدواء والغذاء، فما هو شعوركم؟ لا بل وأكثر.
كيف بكم إذا كنتم في صحراء قاحلة وكنتم تموتون عطشا إلا أن قدرة ماء نزلت إليكم من السماء؟ فما هو شعوركم؟ هكذا كان شهيدنا، هكذا كان شهيدنا. لقد كان لنا في صحرائنا ماء، وفي جوعنا غذاء، وفي مرضنا دواء. لقد كان كمن أرسل من السماء، ونحن لم نكن سوى أشلاء. حروب في كل مكان، شرابنا كان من الدماء، وحالنا كان بلاء. حتى ظهر بيننا وجاء، أوقف الحروب، قام بالبناء، علم الجهلاء، خرج العلماء. لقد جعل لبناننا نجمة في السماء، فهل هو شهيد أم سيد الشهداء؟ إن حكم المحكمة سوف يسقط كالسيف البتار على رقبة من خطط ونفذ ودبر وساعد وغض البصر. لا، قل بل وأكثر. لو في اتخطى الموت، لو في اتخطى الموت لن نضيق صورة وصوت. بشروقي من وقت غيابي، بحروقي ودمي العتيابي، جسدي وروحي وطهر جروحي من بعد الدخان بنتفي. بعيوني الحلم ما بيطفي، بقلبي أرز من بلادي اللي همومها بعدها عكتفي. وارسم بلدي جنة بجد، وعمر أصغر حجر انهد، علي صروحه وداوي جروحه، تفنى روحي وتبقى روحه. ما مت وخلص مياتي، ما مت وخلص مياتي، هيدي البداية بحياتي. زلزال زلزال مهر ورائي، هن المات ونهج الباقي. باقي بالأرز وبالراية، كراس وقلم ومحاية. باقي بزنود اللي بتبني، باقي بإنجازي لتعبني. باقي بشباط وزلزاله، باقي بأذار الأنصفني. باقي بلبنان وبرجاله، وهو كلن أماني يبني. أما بعد، أما بعد يا ابني سعد، من بعدي لا توفر جهد. وعدني 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 وحافظ على الوعد. اللي بيرفض يرفض أو يقبل، ناضل واكب للمستقبل. أدرك بعدي توفي عهدي، أدرك بعدي توفي عهدي، أدرك بعدي توفي عهدي. كلنا للوطن، للعلا للعلم، ملء عين الزمان سيفنا والقلم. سهلنا والجبل منبت للرجال، قولنا والعمل في سبيل الكمال. كلنا للوطن، للعلا للعلم.